أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من صندوق الحياة. النهاردة وزي ما عودناكم إن إحنا دايماً معاكم خطوة بخطوة، كل سنة وإنتوا طيبين وبعد عليكم الأيام. طبعاً إحنا النهاردة يوم مميز من أيام القدماء المصريين، وإحنا النهاردة يوم شم النسيم. وعلى العموم بما إن النهاردة يوم شم النسيم وسنة مختلفة تماماً عن كل السنين اللي قبل كده، بنقول لازم نلتزم ببيوتنا، وشم النسيم السنة دي هيبقى في البلكونة. تمام، الفسيخ والبصل والمنانة والخس وكل ما، وطبعا اهم حاجة الفسيخ. فطبعا ايه، لازم ان احنا دايما نقعد في شم النسيم. هنقعد النهاردة في بيوتنا في البلكونة، فمش هينفع ان احنا نخرج علشان خاطر عيلتك وعشان خاطر بيتك وعلشان خاطر الأسرة وعشان خاطر صحتكم وصحة اللي حواليكم. تمام، احنا النهاردة بما اننا قاعدين في البيت النهارده، وطبعا احنا ما نكترش من الفسيخ كتير علشان الاملاح وعلشان طبعا تقيل شويه، هنقول جبنا لكم ضيفتنا الجميله المتالقه دايما معانا في كل الاحداث الجديده، استاذه سهى السبع خبيره التجميل اللبنانيه. اهلا وسهلا بيكي يا استاذه سهى، نورتينا ونورتي الحلقه النهارده. اهلا وسهلا بيكي. النهارده استاذه سهى جايبه لنا معاها مجموعه زيوت ومجموعه من المنتجات اللي المفروض هي هتفيدكم جدا خلال الفتره دي بالذات في الصيف، لان تقلبات الجو طبعا واكل الفسيخ والحاجات كل دوت املاح وحاجات بتاثر برضو على الجسم شويه. فاحنا هنتكلم النهارده عن شويه مجموعه زيوت ممتازه جايبها لنا معاها، ويا رب الحلقه النهارده تكون خفيفه على قلبكم وتفككم. اتفضلي يا استاذ سهى، ورينا انت جايبه لنا ايه من النهارده. يسعد صباحكم جميعا، وكل عام وانتم بخير، ويا رب تكون تمرق هالازمه على خير يا رب ان شاء الله. وكلنا نكون بخير باذن الله. اللي جايبته معي جايبه مجموعه زيوت، هيدي لازم نستخدمها بما انه تقلبات الجو بالربيع هلا والكورونا، وجايبه كمان لوشن افتر سان اللي هو كمان بيرطب البشره، وجايبي معي كمان طمي من سيوة من أرض مصر، هدول كمان مفيدين جدا للبشرة. أوكي، وإن شاء الله بنحكي عنهم كل شيء لحاله بنحكي عنه. طيب مبدئيا طبعا أنت عارفة أن النهاردة يوم مميز، يوم عند جميع المصريين حاجة هي مقدسة من أيام الفراعنة، أن لازم يلموا بعضيهم ويقعدوا بقى ياكلوا فسيخ وياكلوا رنجة وكده. بعد كل الكلام اللي احنا بنعمله والطقوس اللي احنا دايما لازم تبقى في شم النسيم، البيض الملون، المنانة، الخس والبصل، دي اساسيات شم النسيم عندنا. وطبعا الفسيخ ده اساسي، لان طبعا المصريين القدماء المصريين زمان هم كان بيحصل دايما ان النيل بيقل، فلما النيل يقل فكروا يعني ممنوع خالص حاجه اسمها صيد سمك، ممنوع عندهم منعا تام ان ما ينفعش يصطادوا سمك في الوقت ده نهائي. فيعملوا ايه بالتلات اربع شهور؟ قرروا ان هم ياخدوا البوري، وما فيش غير البوري اللي ينفع اصلا للتمليح. خدوه يا استاذه سهى بما انك ايه جديده معانا السنه دي واول مره تقضي معانا شم النسيم، فبديكي لمحه بسيطه وبدي للساده المشاهدين لمحه بسيطه ازاي ابتدينا ان احنا نمشي على المنهج بتاع القدماء المصريين قبل التاريخ لحد وقتنا هذا، واحنا بنحتفل بشم النسيم. خدوا السمك وملحوه علشان يفضل قاعد معاهم فترة طويلة خلال الاربع شهور اللي النيل فيهم ما بيبقاش، بيبقى واطي وما فيهوش خالص مية، فبيبتدي منعين طبعا الصيد، فابتدوا يملحوه. وخدنا الطريقة دي منهم لحد وقتنا هذا احنا شغالين ايه بيه. كل سنة وانتوا طيبين، وكل اخواننا الاقباط بألف صحة وسلامة، وعيد سعيد ان شاء الله عليكم وعلينا وعلى كل المصريين، وبإذن الله هتعدي الأزمة اللي احنا دي فيها على خير بجد لما احنا نلتزم بيوتنا وكل التحسينات اللي الدولة عاملاها علشانكم، علشان صحتكم، علشان خايفة عليكم، مش علشان ان هي عايزة تخنقكم ولا ان احنا وصلنا لمرحلة كويسة جدا في لدرجة اللي هي بتاعت الفيروس، احنا دلوقتي في مرحلة حلوة، نكمل بقى حفاظ على المرحلة دي ولا نبوظ الدنيا وننزل ونستهتر ونقول لا ده مفيش حاجة؟ لا ده هو فيه بجد، والعملية فعلا بجد يا جماعة مش تهريج.
فبرجو منكم كلكم الالتزام ببيوتكم كويس جدا. اليومين اللي جايين دول هيعدوا باذن الله باذن الله، ومصر هترجع احسن واحسن واحسن، وهي دايما متصانه. اتكلمنا كده عن كل حاجه، نبتدي بقى نسال استاذه سهى ونتعرف على جميع المنتجات اللي هي جايباها. وعلى فكره هي بتفيد كويس قوي، والمنتجات دي ممتازه وبتمنى ان انتوا تستعملوها. اتفضلي بقى يا استاذه سهى، جايبه لنا ايه معاكي بقى النهارده يا قمر؟ قبل كل شيء طبعا على الفسيخ والملح وهيك كل شيء بتزيد نسبه الملوحات، بتزيد المي بالجسم، فهذه كمان لازم يحافظوا عليها انه عشان تنزل المي من الجسم. عندك البقدونس كثير منيح، يعني بخفف الشبب كمان، بينزل من الجسم الميه اللي المفروض بيحتجزها الاملاح. تمام. كمان الترمس، كمان بيساعد على در البول، بخفف المي من الجسم. ده هم من اساس شم النسيم معاهم برضه ترمس، يعني هم البصل علشان هم ياكلوا فسيخ يتعبوا، ياكلوا بصل ضد مع الليمون، يعني عمليه متكامله ما شاء الله. ما شاء الله. اهم شيء هلا عنا الطمي، هو كثير منيح للبشره. الطمي اللي هو من ارض سيوة، ارض مصريه، مثل الطمي المغربي بس كمان نوعيته كثير منيحه. عندنا ثلاث انواع من الطمي. الطمي الاصفر هيدا بنستخدمه وقت للي عندهم تشيكن سكين اللي هي جلد الفرخه، ممكن يستخدموه على جسمهم. اوكي. واللي عندهم حبوب ببشرتهم. طب معلش كمان، بس تلميح بسيط للساده المشاهدين، ايه هو جلد الفرخه؟ جلد الفرخه بيكون هيك، جلد الفرخه بيكون بالجسم، بيطلع هيك حبوب كيف الفرخه. ايه هيك بتصير مثل مثل البشره، احنا بنقولها مفتحه المسام. لا ولا بتكون هيك كيف جلد الفرخه، بيكون كيف كانه واحد بردان او حاسس بسقعه، زي مقشعر كده. صح تمام. كانه مقشعر. انا حبيت بس اوضح لان انا نفسي ما فهمتهاش. هيدا بفيد كمان، في كتير بيعرفوا شو هو جلد الفرخه وهيك، وهذا كمان بفيد كمان للبشره اذا في حبوب. بعقم البشره وبنشف الحبوب. اوكي. عندنا الطمي الاحمر، هيدا في كمان نوع من الطحالب النادرة الحمراء. تمام. هيدا بفيد كمان، بيعمل تقشير خفيف للبشرة وبيعطي كتير نضارة. هيدا الأحمر. تمام. بيبيض البشرة كمان. أوكي. عنا الطمي الأخضر، في غني بالسيليكون، هيدا لشد البشرة للي عندهم ترهل ان كان ببشرتهم او بجسمهم من وراء الولاده او شيء، كمان بشد البشره. ده يعتبر حتى ممكن يستعمل للبطن من بعد الولاده طبعاً. والجميع يعني الجسم كله عامه، للوجه وللجسم كله. للوجه وللجسم. واذا خلطنا كمان الاصفر للي عندهم دوالي، في كثير بيشتكوا من الدوالي، بنخلط الاصفر مع الاخضر وبنحط على الدوالي كمان بيخفيها. هو هذا لانه طيب هو بيتخلط بايه؟ هو دلوقتي باودر. باودر. تمام. باودر. بيتخلط ازاي؟ بمي معدنيه بس، بشويه مي معدنيه، يعني قد حبه الحمص اذا للوجه، قد حبه الحمص بنحط عليها شويه مي، بنخلطهم بنمدهم على البشره. تمام. يعني 10 دقائق ربع ساعه حسب ما بتتحمل بشرتك، لانه هو بشد البشره كثير. اوكي. بس كثير كثير مفيد الطمي. كمان بيعمل الاصفر، كمان بيعمل تقريبا على تقشير البشره طريقه خفيفه وتجديد الخلايا، هو والطمي الاحمر. كمان الاخضر كمان فينا نستخدمه للاسنان. بنستخدم شوي على فرشه الاسنان وبنغسل فيه اسناننا، ببيض الاسنان. اوكي. هو هذا غني بالسيليكون كمان. تمام. عندنا اللي هو الافتر سان، هيدا فيه البانتينول. البانتينول هو داخل بادويه، داخل باكتريه الكريمات، داخل بالشامبوهات، لانه بعقم بيحمي. وبعدين البانتينول بحافظ على الخلايا اللي فيه، اللي هي بتنتج الكولاجين والالاستين للبشره. عشان هيك بتلاقيها بتلاقيها مرطبه. دي منتشر جدا كمان. الكولاجين بالنسبه للبشره والشعر كان مهم جدا. هو الكولاجين موجود ببشره بداخل كل بشره يعني. تمام. بس لحتى بتصير الخلايا تضعف، عشان هيك الكولاجين بقل. اللي بتنتج الكولاجين والإلاستين، عشان هيك بتلاقي بيعطي نضارة، بيرطب البشرة. والبانتينول كمان بنفس الوقت بيمتص رطوبة الجو وبخليها محافظة بقلب بشرتنا، عشان هيك بتضل بشرتنا رطبة.
يعني من بعد ما نتعرض للشمس بتنشف البشرة، بتصير في نشفين، يعني هيدا بس لنحطه بندهن بشرتنا فيه بدلنا مرطب البشرة، بيزود الكولاجين بالجسم لا بدل البشرة مرطبة ما بتحرق الجلد، ما بتأخر الشيخوخة. طيب نلف بس البشرة. بالظبط كده، نلفه علشان يبان الاسم بتاعه. تمام. في عنا أنواع، في بالألوفيرا، في بالألوفيرا والجوجوبا، وفي بالنعنع اللي بيعطي هيك برود للجسم خصوصا للبشرة اللي بتبقى كتير محروقة يعني وفيها حرارة، هيدا ببردها شوي. تمام. أوكي. تمام. وعنا مجموعة زيوت، عنا زيت الجزر أهميته للبشرة، أهميته للبشرة بحافظ على لون البشرة، بيحميها كمان. زيت الجزر ومهم للشعر كمان، زيت الجزر أوكي بحافظ على لون البشرة يعني لون البشرة. تمام. عنا زيت قرع العسل، هيدا كتير مهم لأنه قرع العسل سبحان الله هو مضاد للبكتيريا، يعني حتى الورقة بتاعت قرع العسل اللي هو اليقطين ليه زيت؟ ليه زيت، له زيت، حتى سبحان الله هو اليقطين، سبحان الله اليقطين الورق تبعه ما بنحس بيقرب عليه حشرات لأنه هو أنتي بكتيريا زيت قرع العسل. فمفيد جدا كمان للبشرة، كمان بيعزز الميلانين بالبشرة اللي هي بتنتج لنا لون البشرة، عشان هيك بيوحد لون البشرة، بتحسي لون البشرة توحد كمان إذا استخدمناه. أوكي. وبيحميها من البكتيريا، يعني حتى إذا ظهرنا مثلا طلعنا برا البيت بنتعرض للتراب وهيك، هيدا بيعمل حاجز مانع للتراب ما يفوت على قلب المسام إذا كنا حاطينه، يعني بنستخدمه كسيروم مثلا. أوكي. حماية لبشرتنا. عنا زيت الجربير كتير مهم للشعر، للي عندهم تساقط شعر كتير، اللي عندهم صلع، هيدا زيت الجرجير كتير مهم وبيساعد على تطويل الشعر كمان. أوكي. تمام. بيعزز البصيلات، بيعقم فروة الراس، بيحميها من القشور القشرة، بيحميها من الفطريات. مفيد للشعر ولا مش مفيد؟ أكل الجرجير كتير مفيد يعني للشعر، للجسم، للبشرة يعني كمان. أكيد. ناكله ونستعمله كزيت. أكيد. هلأ الزيت طبعا بيكون الكونسنتريت تبع الجرجير يعني. تمام. عرفتين احنا بنقول له روكا بلبنان، بنقول له روكا. اوكي. في عنا زيت السمسم. زيت السمسم خصوصي كمان للي بيعانوا من جفاف البشره، وهو اصلا حمايه من الشمس، بيحمي من الاشعه، اشعه الشمس، وحتى زيت الجزر بيحمي من الاشعه الفوق بنفسجيه. طيب يعني انا عايزه اسال بس، انا دلوقتي طالعه خارجه من البيت، طبقه الزيت على وشي مش هتعمل تفاعل مع الشمس تسمر الوش او هيدا حمايه من الشمس، حمايه هيدا زيت السمسم بالاخص وزيت الجزر، يعني انا استعمله عادي قبل ما اخرج زي هيدا بيحميكي من اشعه الشمس انها تاذي البشره. اوكي. عنا زيت الجزر كتير منيح للبشره المدهنه بالاخص، لانه بينظم افرازات الدهن بالبشره، يعني بينظم الافرازات. هو منيح للبشره الجافه وللبشره الدهنيه. تمام. اوكي. زيت السمسم كتير منيح للبشره الجافه لانه بيعطيها ترطيب، بيحفظ لها المي كمان بقلب البشره، وبنفس الوقت بيعمل لها حمايه من الشمس. تمام. اوكي. وللشعر كتير نقص الكالسيوم ونقص الفيتامين دي ونقص الصبغة في الجسم، فالفترة دي ما فيش برضو كان اهتمام جامد بالقعدة في الشمس برضو زي ما انت قلتي قبل كده. صح. فللأسف برضو بتبقى العملية لازم زيوت، لازم. صح. لازم حاجة تنشط عشان ما ينفعش يبقى فيه خمول كده في كل حاجة، هيزيد التعب وهيزيد. صح. الشيف في الشعر. نعم. كملي حبيبتي. هيدا بخصوص زيت السمسم. هلا بدنا نحكي كمان بخصوص الميك اب بوقت الكورونا. الميك اب هو اوكي، مفروض مثلا لما نحط الميك اب على بشرتنا اول شيء مفروض ما نحطه فتره طويله كتير، ولما نستخدم الميك اب نفسه يعني لازم يكون مثلا استخدمنا قلم الكحل، استخدمنا الروج الاف، مفروض كله يتغطى، يكون مغطى، مش يكون معرض للهواء او شيء. حتى لو كنا بالبيت معقمينه بس الفيروس ما بنعرف وين مخبى. اوكي. فنحن علينا الحمايه. اذا الكحول لازم نعقمه بالكحول، الكحول، 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 لازم نعقمه.
لازم ننظفه منيح، لازم نبريه القلم الكحل، لازم نبريه قبل ما نستخدمه. ما نستخدم اغراض غيرنا، يعني الميك اب يعني بس خلص اغراضك الشخصيه انت استخدميه لقلك بس، لانه بينقل وبنفس الوقت وبنفس الوقت العدوى او الفيروس. صح، وبنفس الوقت لازم ومش تعقمي لازم، ومش لازم في كورونا بس، يعني بشكل عام، بشكل عام يعني بشكل عام، بشكل عام اصل هيبقى صعب جدا لو صح. احنا ابتدينا ان كل ان الاسره بتاعت البيت سواء في ثلاث بنات في بنتين ان كل واحد يحط من نفس صباع الروج او من نفس الكحل، فده هيبقى فيه مشكله. بس فيه مشكلة كبيرة. اكبر الميك اب ارتست ازاي بتتغلب على المشكله دي ازاي؟ لا بتتغلب على المشكله، لازم الميك اب ارتست هجيب ميك اب لكل واحده؟ لا 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 لا، هو الميك اب هو اوكي. بس مثلا لما بتستخدم فينا حتى كان الاي شادو ولا الكحول ولا الماسكارا بيتعقم بالالكول اللي هو السبيرتو اللي هو الكحول اوكي، بيتعقم من وحده لوحده. حتى البراشز اللي بتستخدمهم مفروض يتعقموا، مفروض ينغسلوا من وحده لوحده، مفروض ينغسلوا ويتعقموا مظبوط. تمام. يعني لما بدك تعملي ميك اب عند اي ميك اب ارتست، لا مفروض تشوفي بعينك انه معقمي كل شيء ومنطفي كل شيء. مثلا الاي شادو فيها تقدر مثلا بترش عليه شويه كحول وتمسحهم، مش حيبوز ابدا، وترجع تستخدمه لانه ممكن البراش الاي شادو باودر باودر يعني ترش من بعيد وتمسحه، مش هيبوظ ابدا يعني. تمام. خصوصا اذا كانت الكواليتي تاعت الاي شادو ولا الميك اب حاجه كويسه اكيد مش حتبوظ. الماسكارا البراش بتاعت الماسكارا لما بتحط لك ماسكارا قبل ما تحطها بال العلبه او العلبه بتاعتها المفروض تمسحها كمان، تمسحها مظبوط وتحطها لانه كمان بتنتقل العدوى. هلا كمان الماسكارا المنيحه اللي نوعيتها منيحه فيها دائما ماده انتي بكتيريا. تمام. اوكي. تمام. هي بتبقى فيها بتبقى مصنعه، عشان هيك بيبقى في ماسكارا رخيصه ماسكارا غاليه، فونديشن غالي فونديشن رخيص، هذا كله بياثر على البشره. اوكي. فلازم تمسحها تعقمها مثلا، او الكحول لازم كمان تمسحه بالكحول وتبريه قبل ما تستخدمه للكلاينت لحد تاني. اوكي. الروج كمان مثلا مش مفروض الاصبع الروج روج لافر تستخدمه هيك على شفاف دغري، لازم تستخدم براش له. اوكي. تشيل من بالبراش وتستخدم الروج، بس هتخلص اكيد تعقم البراش او تعقمها وتنمي تعقمها ممكن. هلا البراش في واحده بتستعمل كذا مره وفي واحده استعمل مره واحده. صح. ممكن تستخدمها هيدي تات استخدام مره واحده أفضل. او يا اما اذا عندها البراش من النوع اللي طبعا منيح لازم تغسلها وتعقمها. تمام. تعقمها اخر شيء بالكحول كمان. تمام. هذا لازم يعني، لانه هلا بزمن الكورونا كمان، هو غير الكورونا وبزمن الكورونا كمان اصعب، لانه نحن مثلا بايدنا مش عارفين نحن فعلا يعني وين مخبى، وين مخبى الفيروس. ان شاء الله خير، وان شاء الله بجد شاء يعني الله. بتمنى ان ربنا دايما يحفظنا بحفظه ويعدي المرحله دي بجد على خير. بس بتمنى برضو ان انتوا كمان تفضلوا دايما ماشيين على نفس الريتم اللي ربنا خلانا نمشي عليه، بحيث ربنا معانا ان شاء الله باذن الله، وهتعدي ان شاء الله على خير. استاذه سهى، احنا طبعا انا بحب اجيب يعني بحبك تيجي معايا دايما، وبحب ان انت بتنوريني، لان انت فعلا انت خفيفه على القلب مشاهديني. الله يخليك. وكل الكومنتات يعني عايزه اقول لك هاتي استاذه سهى معاكي، احنا بنحب نشوف المنتجات اللي بتجيبها، بنحب نشوف نتكلم معاها، بنحب نسمع هي بتقول ايه. فانا بشكرك جدا والله بجد على ان انت بتنوريني كل حلقه. وطبعا احنا يا جماعه المنتجات دي كلها من محل اوجينو. المحل بيوصل كل الطلبات لحد الاماكن والمنازل في معادة طبعا الـ المحافظات. لا هلا في كمان في توصيل نزلت المحافظات بس بياخد وقت شويه. ما فيش مشكله، بس انا حبيت ان انا اقول لهم، لان انا عارفه ان الوقت حظر وحظر كامل وصعب شويه، فحبيت ان انا بحسب كده.
على العموم. لا هلا صار ابتدينا من جديد يعني. ان شاء الله ان شاء الله كله يرجع شغله ونبقى دايما كويسين وفي امان باذن الله، ويعود علينا رمضان بخير وصحه وسلامه وسعاده عليكم وعلى الامه الاسلاميه جميعا ان شاء الله يا رب. واشوفكم الحلقات، انتظروني في الحلقات القادمه ان شاء الله، وجايبه لكم كل ما هو جديد، واستودعكم الله واشوفكم على خير ان شاء الله يا رب. مع السلامه.